بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله تعالى وكفى، صلى الله على عبده المصطفى، رضي الله عن آله وأصحابه أئمة الهدى وعمن سار على نهجهم واتبع هداهم وهديهم إلى يوم الدين. وبعد، من قصص القرآن العظيم التي فيها عظة وعبرة ما حكاه الله لنا في هذه السورة التي ذكرناها وقرأناها آنفا في الصلاة، سورة المرور. قول الله عز وجل: قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. قصة فيها عبرة في مجال الدعوة إلى الله عز وجل والصبر والثبات على الإيمان. ذكر عدد من أهل العلم من أهل التفسير كالقرطبي وابن كثير والخازني وغيرهما أو غيرهم أن الإمام مسلما رحمه الله تعالى أخرج في صحيحه من حديث صهيب الرومي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان في من كان قبلكم، والقصة طويلة سأختصر أجزاء منها، كان في من كان قبلكم ملك عندهم ساحر، وكان يأمر الناس بعبادته من دون الله عز وجل، وكان هذا الساحر قد شاخ وكبر، فطلب من الملك أن يبعث إليه بشاب أو غلام شاب يعلمه ما أراده أو ما أراد تعليمه من السحر. فبعث إليه بغلام ذي عقل فطن، دخل إلى الساحر وجعل يعلمه ما كان يحصله من السحر. في طريق هذا الغلام كانت هناك صومعة يجلس فيها راهب يتعبد الله تعالى على دين عيسى عليه السلام، الدين الحق غير المحرف. وتعلمون ونعلم جميعا أن الدين النصرانية في زماننا محرف، وكذا اليهودية وكذا كتبهما. نحن نؤمن بأن عيسى مرسل من الله وموسى مرسل من الله وأنه نزل عليهما الإنجيل والتوراة ولكن قبل التحريف، فأما اليوم فقد حرفا. فمن يعتقد بصحة هذه الأشياء في يومنا هذا فهذا بعيد عن دين الله. هذا الرجل الراهب كان يتعبد الله تعالى على الدين الحق، دين سيدنا عيسى عليه السلام، بلا تحريف ولا تبديل ولا تشويه ولا إشراك بالله عز وجل، يعبد الله تعالى وحده على الدين الصحيح. مر به هذا الغلام فدخل إليه وسلم عليه، قال: ما تصنع؟ فجعل يعلمه شيئا من العبادة فأعجبه كلامه، فقال: كيف أقول كي أصنع مثلك؟ فعلمه أن يوحد الله عز وجل. ودخل الغلام الشاب في دين الإسلام، والإسلام يا أيها الإخوة ليس دينا لنا فقط، وإنما هو دين كل الأنبياء. الله تعالى قال: إن الدين عند الله الإسلام، يعني الحصر، هذا يفيد الحصر والقطع. الدين المقبول عند الله الإسلام في زماننا وفي زمان جميع خلق الله، لأن جميع الأنبياء دينهم الإسلام. بسأل سائل النصرانية كما قلنا واليهودية وكذا وكذا، هذه لما حرفوا دينهم نزع الله منهم ذلك الاسم العظيم ولقبوا بهذه الأسماء، صاروا يهود، صاروا نصارى، صاروا غير ذلك. أما لما اتبعوا أنبياءهم على الحق كالحواريين وكمن سار مع موسى عليه السلام ومع إبراهيم وكذا وكذا، كل أتباعهم على الحق مسلمون مثلنا. فعلمه الإسلام ودخل الشاب في الإسلام، وجعل يتردد على الساحر ويتردد على هذا الإنسان. في طريقه مرة من المرات مر فإذا ناس مجتمعون، أقول أن أختصر كثيرا من الحديث لأنه طويل. فإذا أناس مجتمعون فنظر فإذا دابة عظيمة، إما حية أو شيء من الدواب المؤذية، واقفة في منتصف الطريق.
فهذا الغلام في نفسه كعادة أي إنسان أو كما حكى الله تعالى لنا حتى عن من كان أكثر الناس تصديقا وثباتا في الإيمان وهم أنبياءه ورسله كسيدنا إبراهيم، قال رب أرني كيف تحيي الموتى، قال ولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. هذا الشاب أراد أن يطمئن قلبه فأخذ حجرا وقال اليوم أستبين أيهما على حق وبيان، الراهب أم الساحر؟ فأخذ حجرا وقال باسم الراهب وضرب الدابة فلم تتحرك شيئا، فقال باسم الله رب ذلك الراهب فضرب الدابة فقتلت في وقتها. لعل الحجر صغير يعني لا يقتل، ماتت الدابة مباشرة. فعرف هذا الغلام أن الراهب على حق فجعل يتردد عليه وأخبره بما جرى معه، فلما سمع منه القصة قال أي بني والله إنك اليوم خير مما أنا عليه طول عمري، أنت وصلت لمرتبة عند الله أكثر من المرتبة التي وصلتها طول حياتي أنا أتعبد الله، أكرمك الله في هذه الأيام أو الأشهر أو السنة التي عبدت الله تعالى فيها بفتح وتوفيق وإلهام ونصرة ومعونة من لدن أحسن مما عندي. وهذا الاعتراف بالحق. أنا دائما أقول أريد أن أحب أن أنوه على كل مكان فيه عبرة في القصص القرآني، هذا الاعتراف بالحق. والله أنا أستاذ صار لي 30 سنة، يجوز واحد طالب يطلع أحسن مني بعشر درجات، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. كل إنسان منا يا أيها الإخوة يتحسر، قد يتحسر، ولكن حسرة الصادق تدفعه لمزيد من العمل، وحسرة الحاسد تدفعه إلى أذى المحسود. قال أنت خير مني فإن عرفت فلا تدلن علي، أنت الآن أحسن مني، إذا عرفوك في يوم من الأيام أنك اتبعتني فلا تدل علي، ما تخبر حدا أنه أنا على هذا الدين، لأنه كما قلنا الملك ظالم مجرم معتد يأمر الناس بغير دين الله ويأمرهم بعبادته من دون الله وكذا. وشاء الله تعالى أن يجري على يد هذا الغلام ما شاء من كرامات. الكرامة يا أيها الإخوة شيء خارق للعادة يجريه الله تعالى على يد رجل صالح ليس بنبي، فإن كان نبيا فقد ذكرت تفصيل ذلك في رمضان، تسمى الخارقة للعادة التي تجري على يديه تسمى معجزة. ما الفرق بينها وبين الكرامة؟ أولا الكرامة تجري على يد إنسان صالح وليس بنبي، ثانيا الكرامة لا يقصد بها التحدي، يعني إن فتح الله تعالى على إنسان وأجرى على يديه شيئا خارقا للعادة لا يقصد به أن يتحدى الناس ليتبعوه، لأن الدين قد اتبع بإرسال المرسلين، أما الأنبياء فيقصدون بمعجزاتهم التحدي، تعال أنت يا كافر يا فلان يا علان تعال أنا هذه معجزتي إيش في عندك ساوي، هو الذي ينصره مباشرة معونة مباشرة من الله واتصال بوحي مباشر. أما هذا الإنسان الصالح التقي العالم اللي بنقول له مثلا ولي أو كذا لا يستطيع أن يتصل مباشرة مع الله عز وجل بدون وحي تماما. الآن إذن هذه ما يسمى بالكرامات ثابتة، لكن أيضا ليس كل مدع لها بصادق، وهذا موضع طويل لا مجال له الآن للتفصيل، ليس كل مدع لكرامة إنسان صادق، هناك أيضا خارقة للعادة تجري على إنسان كذاب ودجال أو كافر تسمى استدراجا يستدرجه الله، الله تعالى قال سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، تجري عيده خارقة وحسب حاله ما في مثله، هو ساحر كذاب دجال كما يحدث بعض الناس ويفعل بعض الناس. هذا الإنسان أجر الله تعالى على يديه كرامات، فكان يبرأ المريض على يديه بإذن الله عز وجل، وتسامع الناس بما يجري على يد هذا الإنسان من إبراء وشفاء للمرضى بإذن الله تعالى. وكان هناك جليس للملك يجالسه من خاصته وحاشيته قد عمي مضر ببصره، فسمع بالغلام فجاء إليه فقال تشفيني،
وأعطيك ما تشاء. فقال أنا لا أشفي، إنما يشفي الله عز وجل. وهذا قلت في البداية، هذا موضع الدعوة إلى الله. سيدنا يوسف في السجن، تذكرون القصة، قبل أن يفسر للرجلين الشابين منامهما ماذا قال؟ قال يا صاحبي السجن، أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ في دعوة إلى الله. صح لك فرصة تدعو إلى الله، لا تقف ولا ثانية، لك أجر عظيم، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك مما طلعت عليه الشمس، خير لك من حمر النعم في الأحاديث الصحيحة، شيء عظيم. أهلك أقربائك هم أولى الناس، جيرانك أصدقائك، إن فتح لك مجال تشد إنسان لطاعة الله، للصلاة، للقرآن، للنصيحة، للحجاب، امرأة كذا كذا، فلا تقصر رحمك الله. فهو نهج الصالحين والمرسلين من قبلهم. هذا الرجل قال إنما يشفي الله عز وجل، فإن آمنت بالله دعوت الله فشفاك. فقال ماذا أقول؟ قال توحد الله عز وجل وتخرج مما كنت تعبد من دون الله. فوحد الله تعالى من قلبه، فدعا الله الغلام، فشفى الله تعالى هذا الإنسان ورد الله إليه بصره. عاد هذا الإنسان إلى ملكه فدخل عليه فنظر إليه، قال من شفاك؟ قال ربي. قال أنا؟ قال ربي وربك الله. قال ولك إله غيري؟ قال ربي وربك الله. فجعل يعذبه ويضربه حتى سأله من علمك هذا؟ تحت التعذيب أقر، فقال علمني فلان. فجيء بفلان، يا فلان يا بني، أبلغ من سحرك أن وصلت إلى أن تبرئ الأكمه وتحيي وتشفي المرضى؟ هذا وصل درجة السحر إلى هذه الدرجة؟ قال لا، وإنما أدعو الله تعالى ربي فيشفيهم الله. قال أولك إله غيري؟ قال ربي وربك الله. فجعل يعذبه ويضربه حتى وصل التعذيب منه كل مبلغ، فقال من علمك هذا؟ قال علمني إياه الراهب. هذا الشيء يا أيها الإخوة الذي نقول دائما ويقوله كل عاقل ومؤمن، اللهم إنا نسألك العفو والعافية. الإمام أحمد رحمه الله تعالى لما ابتلي بقصة شهيرة أيضا لعل لها موضعا يأتي بعون الله، الإمام أحمد بن حنبل ابتلي بفتنة تسمى فتنة خلق القرآن. قصة طويلة جدا، ووضع في السجن مدة طويلة، فكان يقول لبعض من يلوث به: إني لا أخاف ضربا بالسيف يقتلوني، ولكني أخاف ضرب الصوت وأن لا أصبر. حطوه تحت التعذيب وبضربوا فيه وعزبوا فيه وعزبوا فيه، وبعدين الإنسان له طاقة بشر، أخاف أن لا أصبر تحت الصوت تحت التعذيب. سبحان الله، وصبره الله وثبته الله. سبحان الله، هذا الرجل سقط هذا الكلام ليقول انه هذا موصاه الراهب لا يعترف عليه. اقول تحت التعذيب نسال الله العافيه كما قلنا والسلام. فدل على الراهب فجيء بالراهب، قال تعود عن دينك؟ قال لا والله. فوضع المنشار على راسه فشطر شطرين. الله اكبر، شيء عجيب يا ايها الاخوه. كمان ضرب السيف شيء، والمنشار الذي يقطع كل جزء من أجزاء الجسد ويشقه وهو نازل من أعلى الجسد إلى أسفل شيء آخر. نسأل الله السلام. اللهم إنا نسألك أن تحفظ علينا ديننا وتثبتنا يا رب العالمين. قتل. جيء بذاك الإنسان من حاشية الملك الذي كان أعمى، فرد الله عليه بصره، قال ترجع إلى دين الملك؟ قال لا والله. فوضع المنشار على رأسه فشق شقين. ثم جيء بالغلام فقال ترجع إلى ديني؟ قال لا والله. قال فأمر جماعة ممن كانوا معه فقال تصعدون به إلى أعلى جبل في البلاد ثم ترمونه من هناك. فصعدوا إلى أعلى الجبل، فلما أرادوا أن يلقوا بهذا الغلام
قال اللهم اكفنيهم بما شئت. فرجف الجبل بهم فسقطوا هم وقتلوا جميعا ونجى الله الغلام. ونزل الغلام يمضي حتى دخل إلى الملك فقال ما صنعت؟ قال كفانيهم ربي الذي أخبرك عنه. فأمر جماعة من جنده أن يأخذوه ويركبوه في قرقور، يعني سفينة صغيرة، ويدخلوه إلى لجة البحر حتى إذا وصلوا إلى وسط البحر كتفوه وألقوه في داخله حتى يغرق. فأركبوه السفينة ووصلوا به لجة البحر وأرادوا أن يلقوه، فرفع رأسه ودعا اللهم اكفنيهم بما شئت. فانقلبوا فغرقوا وحل الله وثاقه حتى سبح فجاء إلى اليابسة ودخل على الملك مرة أخرى. فنظر إليه الملك فطاش صوابه وضاع عقله. ماذا تصنع أنت؟ إيش هتسوي؟ شلون هتطلع من بين هؤلاء؟ كيف تنجو؟ قال تريد أن أخبرك كيف تقتلني؟ وينظر الملك متعجبا، يدلني كيف أقتله؟ لكن له غاية عجيبة سنعرفها بعد قليل يدله على كيفية قتله. هيك الإنسان يعني كما يقول بعض الناس ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، ويا جماعة كل واحد يبرق في بيته ما حدا له على هذا الثاني، وهي الكلمة التي توضع في غير موضعها. إذا بدي يحكي كلمة مع أي إنسان نصيحة لله، إنسان تشوفه على خطأ كذا، لا 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 لا، بلكي ما رد عليك، بلكي ضربك، بلكي عيط، بلكي بلكي بلكي، لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، هذا ليس في مكاني. هذه توضع الآية الكريمة ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة توضع في غير موضعها في كثير من الأحيان. قال أدلك؟ قال نعم. قال تربطني إلى جذع شجرة ثم تجمع أهل المدينة جميعا، كل من تحت حكمك، ثم تأخذ سهما من كنانتي موضع السهام وترفعه وتصوبه إلي وتقول على مرأى من الناس ومسمع بسم الله رب الغلام. إيش هو المجال؟ دعوة إلى الله، دعوة إلى الله، دعوة إلى الله، دعوة إلى الله، هذا درسنا العظيم في هذا اليوم، دعوة إلى الله بكل ما استطعنا، حتى في مقتله يريد أن يدعو إلى الله عز وجل، يريد أن يوصل رسالة الحق إلى الناس بأي طريقة. قال تأخذ سهما من كنانتي ثم تضعه ثم تقول على مرأى من الناس ومسمع بسم الله رب الغلام ثم تضربني به فإذا ضربتني به قتلتني. ونظر لم يجد بدا من ذلك، فجمع الناس ولم يخطر في بال الملك ما سيترتب على هذا العمل، وجمع الناس ونظر إليهم يمينا ويسارا اجتمعوا، قيد الغلام في الشجرة ثم أخذ سهما من كنانة الغلام ووضعه وقال بسم الله رب الغلام وأطلقه، فأمال الغلام رأسه وقتل شهيدا رضي الله عنه. فلما رأى الناس هذا المشهد قالوا آمنا بالله رب الغلام. ونظر الملك وحار فيما يصنع، قال آمنتم به وتركتم عبادتي؟ لأقتلنكم؟ قالوا اصنع ما بدا لك. فأمر بحفر الأخدود الذي بدأنا به قصتنا وهي من قصص القرآن، وأمر بحفر الأخدود فشق في أفواه السكك وجعل يأتي بالناس جماعة جماعة أو أفرادا أفرادا ويلقي بهم في النار. الأخدود هو الحفرة الكبيرة، حفروها في الأرض وأشعلوا فيها نيرانا وجعلوا يأتون بالإنسان تعود عن دينك لا، فيلقون به في النار والعياذ بالله، ويأتون بجماعة أخرى لا تعودون عن دينكم لا، فيلقون بهم. قال حتى جاءوا بامرأة ومعها طفل رضيع لها، قال فأخذوا الطفل منها فقالوا تعودين عن دينك؟ قالت لا. فأخذوا الطفل منها فكأنها تلجلجت، أم ومعها طفلها الرضيع، ماذا ستقول؟ يأخذونه ليرمونه أمامها في النار، إيش ستقول؟ تلجلجت المرأة، تأثرت. فأنطق الله الغلام فقال يا أمه قعي فإنك والله على الحق.
فحملت بنفسها وغلامها ووقعا في النار وهي الجنة بإذن الله. هذا يا أيها الإخوة معنى قول الله قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود، من باب التنبيه. قتل هنا بمعنى لعن، قال لعن هؤلاء المؤمنون، لا، قتل الحافرون للأخدود، أي لعن الحافرون للأخدود. الله تعالى يقول قتل لعن أصحاب الأخدود، من الذين فعلوا؟ قال أصحاب الأخدود النار، هذه بدل من الأخدود في اللغة العربية، يعني الذين حفروا الأخدود وضعوا فيه النار، النار ذات الوقود الاشتعال الشديد، إذ هم عليها قعود هؤلاء الكفر، وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. ما كان سبب قتل هؤلاء وإلقائهم في النار؟ قال وما نقموا منهم، يعني وما حملوا عليهم من ذنب إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. سينجون، قال إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات، فتنوا عذبوا وقتلوا وظلموا، إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. والمؤمنون، قال إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. أخرج الإمام ابن إسحاق في سيرته في تتمة هذه القصة أنه لما فتحت اليمن في أواخر عهد سيدنا أبي بكر وبداية عهد سيدنا عمر، فتحت أجزاؤها كلها، دخل بعض المسلمين إلى مغار، هذا ذكره ابن إسحاق في السيرة، إسناده ضعيف لكن استأنس به، دخلوا إلى مغارة فوجدوا رجلا ممددا واضعا يده على صدره، كتف يده هون على صدره، قال فرفعوا اليد فانبعثت دما، طلع دم، فعادوا اليد إلى ما كانت عليه ونظروا فإذا رقعة مكتوبة أنا عبد الله الثامر الذي قتلني الملك ثم حفروا من بعدي الأخدود. هذا كتبه، ما هو كتبه؟ كتبه بعض المؤمنين لما أخذوه فدفنوه ووضعوه في هذه المغارة، والله تعالى حفظ جسده حتى زمان سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه ليكون حجة كما قلنا، ولكن ليطمئن قلبي، ليراه الناس بأعينهم ويعرفوا ما جرى في تلك القصة العجيبة التي ساقها الله تعالى عن صبر المؤمنين وثباتهم إذا كانوا على الحق. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا مؤمنين صادقين ثابتين، إنك أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين.